الجنس الافتراضي وبالتالي الابتزاز والتحرش موضوع حلقتنا الليلة بفوق 18، وبما أنه حسب الدراسات أكثر الفئات العمرية اللي بتتعرض لممارسة الجنس الافتراضي وبالتالي للابتزاز والتحرش هي شريحة المراهقين، رح نسمع تجربة حياة من خلال هالتقرير ومنتابع فوق 18. خليكن معنا. كان عمري 17 سنة، بيحكيني فيك أكاونت، ببعث لي صور هو عارف فيها، إنه أنا ما أخذت وعطيت بالموضوع، خايف من إنه بي يضربني أو يحكوني شيء أهلي بالبيت. فبعد فترة حسست إنه هو حدا كتير منيح، قمت أنا أمنت فيه وبعثت له صور لجسمي. صار هو يهددني فيهم للصور، وأنا إنه عمري 17 سنة خاف إنه ما أعرف شو بدي أعمل، ضلني لحالي بالأوضة ما أطلع، يعيطوا لي أهلي آكل، قوم خاف أنا شو بدهم. إنه لا عم بعيطولي، أنا مستحيل بعد أوثق بحدا. أهلا وسهلا فيك محمد حمود، قدي عمرك اليوم؟ 18. شو صار معك وبأي عمر؟ بعمر 17 سنة. كانت أول ما بلشت تقريبا كورونا، كنا كتير يعني على التواصل الاجتماعي، خاصة شي الفيسبوك ماسنجر، فإنه أنا مثلي مثل هالناس العادية، فتحت ماسنجر عملت اكسبت لحدا، صار يحكيني انه انا ما كنت وعطيت، انه قلت عادي. فيحكيني بعت لي هاي مرض. انا اول شيء اول فتره رجعت بعد فتره يعني بعد تقريبا يومين ثلاث ايام بعت لي صور، قمت انا انه قلت له سوري انه شو هالصور وهيك، رجع حكاني قلت له شو بدك مني، قام قال لي انه انا فاشن ديزاينر وانا بصور وفيك تبعت لي انه صور لك، هلا انا كعمر 17 سنه انه صير مشهور وهيك انه شيء حلو. فقمت انا انه بعثت له الصور. بعثت له صور كيف؟ باي وضعيه؟ يعني انا وبالبوكسر جسمي هيك، ما كنت حاسب حساب بده يصير شيء. فلبعدين بعدها تقريبا بيومين كنا على اساس شوفه انا يعني بعد يومين، قال لي صار اليوم اللي بدي شوفه، اتفقتوا انه تلتقوا، كان طالب منك. نعم. صار الوقت اللي بدي شوفه ما اجى. ما اجى على الموعد. ما اجى على الموعد، قمت انا هون عرفت انه هو عم بكذب علي. بهالوقت كان عم يحكي معك وعم ياخذ صور اكثر؟ كان كنت بعت له صور انا، يعني بعت له كذا صوره، لما رحت بدي شوفه انا اتفقنا نلتقى بكافيه. فلما رحت على الكافيه ما لقيته، ضليتني ناطر ما لقيته، اخر شيء فلت. لما فلت انا قلت له انه انت عم بتكذب وانت، ومن هالحكي يعني صار يقول لي اذا ما بتبعت لي مصاري واذا ما بتخليني اشوفك وانا بدي اعمل معك سكس ومن هالقصص يعني. هون طلب منك انه يصير بيناتكم علاقه جنسيه على الاونلاين ولا بالحياه؟ لا بالحقيقه بالواقع. صار بده، كنا اول شيء اونلاين على التليفون. انتوا عملتوا جنس افتراضي؟ نو نو نو، ما يعني انا ما كنت بتقبل هيدا، ما كنت بتقبل بس يفتح معي هيك حكي. بس انه صور. كيف كنت ترفض؟ يقول لي انه فيني اشوفك على الفيديو كول، نفتح فيديو كول. جرب يعني جرب يتحرش فيك ليوصلك لممارسه الجنس الافتراضي. مزبوط. كنت حاسس بدك تمارس الجنس الافتراضي؟ لا 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 لا. محمد يعني بقدر اسالك سؤال؟ هل انت مثلي جنسي؟ لا لا لا. ما ليه رجل تحرش فيك؟ ما بعرف يعني، انا بيقولوا لي في بعض لهلا يعني بيحكوني ببعثوا لي بيقولوا لي انت صبي ناعم انت ما انا ما خصني يعني، الله هيك خلقني، ما فيني اقول له خلق لهيك خلقتني. انا صبي مرتب، بضلني مرتب بحالي، بزبط بحالي وجهي، بس كون حالي ومزبط حالي، ناعم صوري ناعم، بحكي مع العالم. فعشان يعني انا ما بعرف مثلا اقول هاي خيه، لا هاي حبيبه، هاي كيفك يا مثلا، كيفك يا عمري، هيك انا هيك طريقه حكي. انت غير مثلي الجنس، عندك علاقات مع بنات يعني مع جنس انا بحب بنت. بتحب بنت؟ وعند في علاقه حب بيناتكم؟ في علاقه اكيد اكيد. الله يوفقكم. ميرسي. كمل لي الموضوع. بعدين شو صار؟ ما اجى على الموعد؟ ما اجى على الموعد. صار يبتزك؟ صار يبتزني بالصور ويقول لي بدي انزلهم على الفيسبوك، بدي ابعثهم لبيك، ابعثهم لامك، ابعثهم لاهلك. فانا هون صرت خاف، صرت اقعد بغرفتي لحالي ما اطلع من الغرفه. يعني حتى على الاكل لو بس يجوا يعيطوا لي خاف، قول لي عرفه معقول عرفه، يعني يصير خاف. شو كان فيهم الصور لتخاف؟ مش صور لابس عم بتقول بوكسر؟ في صوره يعني انا بعتها اكيد غلطت فيها، بعتها بلا شيء عاري تماما. بعتت صوره لإلك عاري تماما بس بلا وجه، قصيت وجهك. نعم. بعت له اياه بعد ما هو طلبها منك؟ بعد ما هو طلب اكيد.
بعد ما قال لي هون كان قايل انه هو فاشن ديزاينر وهو بيصور وهو يعني كان حكيني عنه قصص طلع هو منه شيء منهم. صار يهددني فيهم للصور وصار اول شيء قلت لك صار بده يعمل معي سكس، جاء بعدها صار بده مصاري. فانا هون انه من بعد فتره يعني بعد فتره شي اسبوع هيك حكيت لاختي اخذت مني التليفون. فلما اخذت التليفون حكيت معه كول صاروا يعيطوا على بعض وهيك. قالت له انه انت صوتك صار عندي انا بقدر بصوتك احكي للمخبر. سجلت له قالت له انه انا بقدر بصوتك احكي للمخبر ومن هالقصص يعني صراحه ما فتت بتفاصيل كثير لانه هي اللي عم تحكي معه وانا خايف. وقتها اعتذر هو وبعد تقريبا حوالي شي ساعتين ان عمل ديليت اكاونت يعني بطل مبين شيء على الاكاونت ولا صور ولا شيء ومن وقتها لهلا يعني ما بيحكينا. هل صار انه ضعفت بمرحله ما محمد وبعثت له فيديو جنسي؟ لا 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 بس انا ضعفت حاولت انتحر. حاولت انتحر باي مرحله حاولت انتحر محمد؟ لما صار اللي بدي فرجون لبيك. هل قد انت بتخاف من بيك؟ بس هون بدي اوقف عند نقطه كثير مهمه فعلا. يعني انا ام، انا عندي ولدين 13 سنه و14 سنه وعندي شباب. دايما بسال حالي لما تكون بنتي لوحدها بالغرفه خصوصا بفتره كورونا والحجر والتدريس اونلاين وابني، انه شو عم يوصلهم هالولاد، لشو عم يتعرضوا؟ هل بفوت على تليفونهم؟ هل بقول لها فرجيني على تليفونك؟ هل بفوت بعمل كود بتجسس او بتلصص؟ طب اذا تلصصت على تليفونها كيف حيكون شكل الثقه بيني وبينها بعدين؟ انا شخصيا يعني بدون تنظير بقول انه كلنا لازم نتعلم ونتعرف كيف نعمل علاقه صريحه مع اولادنا. التربيه الجنسيه كثير مهمه بالبيت، المدارس دورهم كثير مهم بالبيت. ليلى عم يشاهدونا كثير مدارس ومربيين ومعلمين، قد ايه مهم نحكي مع الاطفال عن موضوع التحرش. وبعرف انه في كثير مدارس بلبنان اليوم بالعالم العربي عم بيوعوا اولادنا وبيجوا اولادنا بخبرونا، بس المطلوب اكثر، المطلوب الصراحه. لانه لو محمد ما خاف من بيه اللي ممكن بيضربه بعنفه وضربه كثير كان راح عن بيه وخبره، هو اكثر حدا مسؤول عن حمايته. صح. بيك انت فكرت بالانتحار خوفا من بيك. من بيك شو كان ممكن يعمل بيك محمد؟ يعني اقل شيء يضربني نبريش، يضربني بالقشاط. صار ما كتير. صار هالشيء ضربك كثير؟ كتير. شو الاسباب اللي كان يضربك كرمالك؟ انه انا ناعم، عرفتي؟ انه انا بالبيت اذا بحكي انجلش بالبيت مع اخواتي او شيء ولا عم تحكي انجلش بينزل فيني قتل. شو اللي ردعك عن الانتحار؟ شو اللي رجعك؟ انا امي. امك؟ ايه، وخفت، انا خفت اجمالا. شو اللي خلاك الليله تكسر هيدا الحاجز وتجي تخبر وتشارك قصتك مع الملايين؟ ويمكن بيك عم يسمعك. انا حبيت اجي احكي قصتي لانه ما يصير فيهم مثل ما صار فينا، يعني انا هلا كسرت حاجز الخوف من بيي ومن مجتمعي لانه خلص هيدا المجتمع هيدا. ومن المبتز كمان. اكيد اكيد من المبتز. تجربته كثير مؤثره، بس انا انتبهت لشغله اول ما سالتيه. قال لك انا ما عملت، يعني ما خفت من شيء، خفت من بابا شو بده يقول عني. هو ما قال اني انا ما يعني عندي مشكل مع هذا الموضوع، هو كان كل الوقت خايف من مجتمعه، خايف من بيه، خايف ما خايف من رده فعلهم، خايف من كل ردود الفعل. يعني محمد ضحيه مجتمع ما بيسمع له، يعني حتى امه ما حكى لها اللي هي يمكن بحبها كثير وبخاف على مشاعرها. فلازم نحن من تجربة محمد نقول لكل الأهل احكوا مع أولادكم. شيرين أنت عندك بنت عمرها 5 سنين؟ صح. بتفكري تبلش تحكيها أو توعيها لبنتك؟ لا طبعاً، بس بنبهها بأسلوب بطريقة، لأنه قد ما حكيتها هلأ بعد طفلة. شو بتقولي لها؟ شو ممكن تقولي؟ هلأ أنا في شغلة منعتها، منع تمام تقعد بحضن الرجال صراحة. خاف يعني إذا بلاقيها عم تحكي مع حدا بدني عيني هيك، يعني بدني بدي شوف شو يعني. تعطيها تليفون؟ تليفون. عندها تليفون؟ تليفون من دون بس خط أكيد. كلود سمعت كنت عم تسمع قصة محمد وحسيتك مأثر بمحل ما يعني. إيه طبعاً، قدي صعبة وقدي بشعة وقدي دنيئة إنه شخص ياخد ضعف إنسان تاني ويستغله. ما شايفه هالشخص ضعيف جاي تستغل هالضعف كان سبب بموته. عبير انت ببدايه الحلقه انت من اكثر وحده من الكل عم بتقولي انه انا امارس الجنس افتراضيا، ليه فضلتي
يعني مش مفضلته. هل قلت ثقة بنفسك؟ بس انه ما قلت لا ابدا. ليه هلا انه بالعكس بهيدا العالم ما في. بس كل انسان عنده اذا بدك يعني قلتها بالاول فن فتش فن مش فتش فن بلا هيدا فتش. ما قلت هيك قلت بلا هيدا فتش. لحظة كل انسان عنده فتش. ما فيك تحللي نفسيتي بليز فاطمة. اعملي معروف ما انه فتيش. انتبهي ما انه فتيش. عبير عم تاخذ الموضوع كثير شخصي معنا. شو هو تسكير للسوشيال ميديا؟ في دراسات ومعلومات بتقول انه في كثير ناس عندها فتش تطلع بفيديوهات جنسية مع اشخاص صحيح هودي حرية. هل انت من هالناس؟ مش هالقد ما هل انت من هالناس؟ لا مش بس بعالم الافتراضي بيصير الابتزاز، بيصير الابتزاز بالعالم العادي، ياما في ناس بيضحكوا على عالم وبيبتزون، يعني العالم الافتراضي منه الشيطان، يعني عم يتصور انه هو شيطان، لا، مثل ما في بالعالم الافتراضي في بالعالم الحقيقي. هو في المشكلة بالعقل البشري، يعني سواء افتراضيا او غير افتراضيا واقعيا. شكرا محمد على الرسالة اللي وصلت لنا اياها اليوم من خلال استوديو فوق 18، مكملين حلقتنا موضوع الجنس الافتراضي وبالتالي التحرش والابتزاز. شاركونا آراءكم على السوشيال ميديا على هاشتاغ فوق 18. مكملين، نتوقف مع فاصل إعلاني ومنرجع.